today? Today is a special day. It's my birthday. And because I love you, I wanted to share it with you. And also to learn birthday's expressions and vocabulary related to your birthday. Okay? So are you ready? اهلا وسهلا بيكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم عيد ميلادي نانانا، وبغيت نشاركوا معاكم باش اصلا نشكركم ونشكر المتابعين الجداد ديالي، وكذلك باش نتعلموا مصطلحات اللي عندها علاقه بالبيرثداي والعبارات اللي كنحتاجوا في هذا النهار، اما باش نباركوا لشي حد العيد ميلاد ديالو ونتمنوا له عيد ميلاد سعيد، نتعرفوا على شنو كنحتاجوا في البارتي يعني في الحفله، شنو سميت هذوك المقتضيات اللي كنحتاجوهم. اوكي سو ليتس جيت ستارتد، نبداو. سو اولا بغيت نعرفكم على واحد السؤال مهم بزاف. هذا السؤال هو when were you born يعني وقتاش تولدتي، هانتوما سمعوها مزيان، وقتاش تزاديتي، when متى were you born تولدتي يعني متى ولدت، وهاد where you راها verb to be في الباسير، غادي نقراه ان شاء الله، غنديروا له حصه ديالو فيديو ديالو غادي نقراوه. اوكي when were you born متى ولدت، والجواب كيكون I was born in، وكتعطي السنة، مثلا I was born in 1998. اوكي or I was born in 2000. اوكي في عام 2000. سو هذا كتعطي وقتاش تزاديتي. بغيتي تعطي تاريخ مضبوط اكثر، كتقول مثلا I was born on March 16th، مثلا on March 16th، هنا كتعطي النهار والشهر بالضبط، كتعطيهم يعني precisely، يعني كتعطيهم بدقة. اوكي سو دابا صولنا هاد السؤال، دابا غادي نجيو نشوفو شنو هي الا بغيتي تقول مثلا يلاه كملت 20 عام. I just turned 20 يعني يلاه كملت 20. Or I just turned 30. الا بغيتو الدرس ديال الارقام، ما كنتوش عارفين الارقام، راه غتلقاو الدرس، غنخلي لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. اوكي I just turned 40 يعني يلاه كملت 40. I just turned 35 يلاه كملت 35، على حسب العمر ديالك. I've just turned 10 يلاه كملت 10 سنين. اوكي سو كنستعملوا I just turned يعني يلاه كملت 20 عام. مثلا شي واحد سولك وانت يلاه غتكمل 20 عام مثلا في نوفمبر، غادي تجاوب، غادي تقول I'm turning 20 in November. I'm turning 20 in November يعني غادي نكمل 20 في نوفمبر. اوكي ولا بغيتي تكون عاوتاني تعطي جواب مدقق مضبوط، غادي تقول I'm turning 20 on November 9th، كتزيد هذيك كتعطي المانث الشهر زائد اليوم. وحتى هاد الدرس غنخليه لكم في الديسكريبشن بوكس على سميتو وقتاش كنستعملو in وقتاش كنستعملو on مع الاشهر، اشهر السنه، غنخلي لكم الدرس ديالو ان شاء الله. اوكي سو
هادو هما المسائل اللي خاصكم تعقلوا عليهم. So I'm turning 20 in November. Okay. So هاد الشخص هذا اللي مشيتي عنده البارتي غادي يكون طبيعة الحال وجد لديك البارتي. So في البارتي كنحتاجو plates. هذا سميتو a plate. A birthday plate. A birthday plate. Okay, this is an affinity. And this is a cup. A cup. An orange juice. عصير ليمون. Okay, I drink a cup of orange juice. هذه اللي شادة دابا سميتها lollipop. A lollipop. Lollipop. Okay. Okay, and then we have macarons. Macarons. Okay, macarons. Two macarons. And then we have raspberry. 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 Okay, raspberry. And we have a candle. We have a candle. What do we do to a candle? We blow up a candle. Blow out a candle, sorry. And then we have chocolate. We have pieces of chocolate. We can have also some cookies. I will taste it. Yummy, delicious cookie. Yes. Yeah. So I think the cake is the birthday cake is so delicious. I'm going to taste the a party cake, the birthday cake. Okay, here is it. We're going to use a spoon, ملعقة. So غادي ندوقها. I taste, هي ندوقها. I will taste it. Oh, delicious, yummy, yes. So delicious. I will have some. A piece of cake, هي قطعة حلوة. ونقدروا نقولوا a piece of cake على شي حاجة اللي سهلة بزاف، مثلا كتخدم شي تمرين ولا شي امتحان وكيجيك a piece of cake، يعني سهل ماهل، كتقول عليه oh the exam was a piece of cake. I'm going to drink some juice. Yummy. I drink juice، يعني كنشرب هذا العصير. دابا غنشوفوا بعض الاشياء اللي كنحتاجوها في البارتي. اوكي، كنحتاجوا ديكوريشن هما الديكور اللي كنديروا ديكوريشن. كنحتاجوا ميوزيك اغاني، اند كنحتاجوا كذلك بارتي هورن واللي كتشوفوه في التصويره بارتي هورن. اوكي، كنحتاجو كذلك balloons and we blow up the balloons، يعني كنفخو balloons. Blow up the balloons. Okay. من بعد كنحتاجو شنو كنجيبو معنا العيد ميلاد؟ كنجيبو a present أو لا a gift هي هدية. Okay, and هاد الهدية تقدر تكون مثلا a bunch of flowers يعني باقة ورد a bunch of flowers or a perfume رائحة. Okay, تقدر تكون كذلك a watch يعني مكانة. Okay. وبزاف ديال الاشياء، انا عطيتكم غير ثلاثه ديال الامثله. So it's interesting isn't it.
دابا غادي ندوزو لكيفاش تقول شي حد البيرثداي ديالو، تقول له يعني كتمنى لك عيد ميلاد سعيد بطرق مختلفه. سو كنقولوا مثلا نقدروا نقولوا wishing you an amazing birthday filled with، يعني مليء ب، filled with lots of love happiness and joy. نتمنى لك عيد ميلاد مليء بالافراح بالحب والسعاده يعني الفرح. اوكي، ولا نقدروا نقولوا enjoy your day استمتع بيومك، enjoy your day. او لا نقدروا نقولوا hope you have a fantastic day or a great day or a wonderful day. يعني هادو كلهم كيعبروا على يعني كتمنى له يوم رائع. نقدروا نقولوا مثلا wishing you all the best for today and in the future. Wishing you all the best for today and in the future. يعني نتمنى لك السعادة اليوم وفي، يعني نتمنى لك يعني all the best، يعني الحظ الوافر الآن وفي حياتك القادمة، يعني في المستقبل in the future. okay. وبالنسبة للضيوف اللي كيجيو الحفلة هما guests هما الضيوف، وهاد الضيوف غادي نقولوا لهم بسلامة goodbye and happy to see you in my birthday party. سعيد برؤيتك في هذه الحفلة، happy to see you in my birthday party. وبالنسبة لي أنا أحسن gift ولا present غتعطوني هي your subscribe your likes and sharing my videos and watch them all. أحسن هدية هي subscribe، ديروا لي الاشتراك جيم والبارتاج. و I love you alligators. bye bye.